مساءكم سعيد، نحييكم من الرباط. عين العاهل المغربي محمد السادس مؤخرا مجلسا ملكيا استشاريا لشؤون الصحراء، ويتولى هذا المجلس دراسة المقترح المغربي المتعلق بمنح حكم ذاتي موسع لأقاليم الصحراء الغربية. كما عين العاهل المغربي على رأس هذا المجلس السيد خليهن ولد الرشيد. أستاذ خليهن، في البداية نود أن نسأل عن طبيعة الأفكار والتصورات التي وردت من خلال أعضاء هذا المجلس، الأعضاء الصحراويون، والمتعلقة بالمقترح الذي يتبلور الآن الخاص بمسألة الحكم الذاتي في الصحراء. إلى أين وصلت الأمور؟ نحن الآن بدأنا أول دورة خاصة بموضوع الحكم، مشروع الحكم الذاتي، وهذه الدورة طالت مدتها 3 أيام. تدخل جميع الأعضاء المكونين للمجلس في ما يتعلق بالاقتراحات التي يظنون بأنها أفضل وسيلة إلى الوصول إلى مشروع ذا مصداقية، ومشروع يتضمن ما يتخيل أو يلوج في خيال الصحراويين حينما يتكلمون على الحكم الذاتي. وكانت في الحقيقة دورة تاريخية، لأنها أول مرة الصحراويين في الرباط يناقشون موضوع مثل هذا، أي موضوع الحكم الذاتي. فكانت التدخلات تشمل جميع قضايا متنوعة مثل تقاسم اختصاصات ومؤسسات هذا الحكم الذاتي ونوعية هذه المؤسسات، وموضوع المتعلق بالانتخابات، الأجهزة الضرورية لتسيير هذا الحكم الذاتي، من شيء من هذا القبيل، أي الأشياء المكونة للحكم الذاتي بما يعرفه دوليا بالحكم الذاتي، أي تقاسم السلطة مع الدولة المركزية والأجهزة، نوعية الأجهزة، كيفية الأجهزة التشريعية التنفيذية وغيرها من الأجهزة المكونة لجوهر الحكم الذاتي. كما تذكروا كذلك على موضوع تعديل الدستور و يعني أشياء من هذا القبيل. الملاحظ السيد خليهن ولد الرشيد أن هذه المرة الأولى حسب ما أعرف التي يتذاكر فيها الصحراويون حول هذه المسألة بشكل يكاد يكون رسميا. هل أنتم أحرار فعلا في طرح كل تصورات؟ يعني أعرف أن عدد الأعضاء 141، هل كل هؤلاء الأعضاء هم أحرار في طرح تصوراتهم بالشكل الذي يرونه، أم أن بحكم أن المجلس غير منتخب وهو معين، هل هناك من ضغوط قد تكون إدارية حتى يكون توجه في مسار موحد ومعين؟ الشيء الذي يمكن أن أؤكده لك هو أن المناقشة التي دارت في الرباط خلال 3 أيام كانت مناقشة صريحة وديمقراطية، وسمحت لجميع الأعضاء أن يقدموا أفكارهم بدون أي نوع من الضغوط أو التوجهات. لم يكن هناك توجه فيما يتعلق بالمناقشة التي دارت في الرباط، وهذا كان استقراب حتى من طرف الأعضاء. الأعضاء استغربوا أن لم يكن هناك أن تكون هناك مسودة أو خطوط عريضة أو توجه من طرف الدولة فيما يتعلق بالمشروع أو مشروع المشروع. لأول مرة الصحراويون يناقشون بدون توجه من أي طرف كان ومن أي ضغوط من أي طرف كان، لكنهم يتكلمون في حدود المعايير المعتمدة دوليا والمعروفة فيما يتعلق بالحكم الذاتي، أي أن ثوابت السيادة
أو الأشياء الخاصة بالسيادة أصبحت معروفة من لدن الجميع، وكذلك بطبع الحال جميع الأعضاء يقتبسون كذلك من الحكم الذاتي الموجود في بلدان أخرى ديمقراطية متقدمة مثل إسبانيا، مثل إيطاليا، مثل بلجيكا، مثل دول الاتحاد الأوروبي، وكانت مناقشة تاريخية. وعن عبر هذه المناقشة أصبح الصحراويون متأكدون أن هناك شيء يتغير، وهناك شيء تاريخي يتغير في المنطقة ويتغير في المغرب بصفة إجمالية، أي أن أصبح مشروع الحكم الذاتي شيء يمارس وينجز من طرف المعين بالأمر، وهذا تاريخي في حد ذاته، أن المعين بالأمر أي 141 عضو الذين طبعا هم معينون من طرف إجلال الملك، ولكنهم ومتطوعون أيضا ومتطوعون، ولكنهم يمثلون المجتمع الصحراوي حسب المعايير المعترفة لدى المجتمع الصحراوي، أي أنهم يمثلون القبائل ويمثلون كافة الطيف المجتمعي من رجال ونساء وشباب ومعتقلين سابقين وشيوخ، أي أنهم يعبرون تعبيرا حقيقيا عن ما يلج في صدور أهل الصحراء. السيد الرئيس، هناك معلومات مستقات من الصحافة تقول إن المغرب عازم على تقديم هذا المشروع إلى المحافل الدولية وإلى الأمم المتحدة بوجه خاص في شهر أكتوبر المقبل. هل مهمتكم الآن محددة في جدول زمني؟ بمعنى آخر، متى تنوون الانتهاء من هذه المهمة ورفع تصوركم إلى عاهل البلاد؟ نعم، هناك فعلا هناك تاريخ، وهو تاريخ شهر أكتوبر المقبل الذي سيرفع فيه ترفع المملكة المغربية مشروعها إلى مجلس الأمن. نحن في خلال هذه الفترة قبل شهر أكتوبر يجب أن نرفع مشروعنا إلى جلالة الملك ليكون جاهزا قبل أكتوبر بطبيعة الحال، ونحن مشتغلون في هذا الأمر. دعنا الآن نعود إلى الجانب الآخر. مؤخرا أعلن محمد عبد العزيز زعيم جبهة البوليساريو من خلال هذا البرنامج عن رفض جبهة البوليساريو التام والشامل لمشروع الحكم الذاتي الموسع الذي يقترحه المغرب. في حال إذا ما تمادت جبهة البوليساريو في رفض هذا المشروع، هل يشكل ذلك عائقا أمام إيجاد صيغة للتسوية الشاملة لهذا الملف وهذا النزاع الذي استغرق الآن أزيد من 30 عاما؟ نعم، الأخ محمد عبد العزيز يمكن أن يرفض ما يشاء، ولكنني أنا لا أثق بهذا الرفض، من حيث أن هذا المشروع هو موجه للصحراويون كافة. الصحراويون هم الذين سيقررون مصير هذا المشروع، والصحراويين بما فيهم أولئك الموجودون في مخيمات تندوف يريدون حلا نهائيا وسريعا لأوضاعهم وأوضاع المنطقة. كفى من 30 سنة من النزاع، من النزاع العقيم، أي النزاع الذي لم ينتج شيئا إيجابي لا للصحراويون ولا للمغرب العربي ولا للقارة الإفريقية. نزاع الصحراء لم ينتج أي شيء إيجابي يذكر، لكنه أخر المغرب العربي، وزع أو فرق القارة الإفريقية، ويكون برأة من التوتر موجودة في هذه الناحية يجب القضاء عليها نهائيا. أعتقد بأنه محمد عبد العزيز، أخي محمد الذي أدعوه بهذه المناسبة إلى كثيرا من الواقعية وكثيرا من التعقل وكثير من عدم التسرع في الأقاويل والكلام الذي لا يجدي، يعرف محمد بأن المخيمات يريدون الرجوع إلى وطنهم، يرجعون إلى ديارهم، ويريدون الرجوع عن طريقة محترمة وطريقة تحترم كرامتهم وتحترم ما كافحوا من أجله. والحكم الذاتي الذي منحه جلالة الملك محمد السادس إلى هذه الأقاليم يلبي كل هذه المطالب،
ولهذا أطلب من أخي محمد أن لا يكون عقبة أمام شيئان مهمان، وهما أولا رجوع أبناؤنا وأهلنا إلى وطنهم مرفوعون الرأس معتزون يعني منتصرون. سيد الرئيس، حين تقول يعودون مرفوع الرأس، أي مصير ينتظر جبهة البوليساريو في ضوء هذه المعادلة؟ يعني في حال إذا ما نجح المشروع الحكم الذاتي الموسع، ماذا سيكون مصير جبهة البوليساريو؟ هل ستعود مرفوعة الرأس إلى المغرب؟ فعلا إن هي قبلت وتفاوضت ووقعت واتسمت بالواقعية الضرورية التي تستسم بها جميع المنظمات، وعرفت بأنها لم تنجز أي من الأهداف التي أنشئت من أجلها إلى يومنا هذا، فهي لم تنتصر في الحرب ولم تنتصر في معركة الاستفتاء، فماذا البقاء إذن؟ يجب أن نجد حلا آخر، وهذا الحل هو الحكم الذاتي. فجبهة البوليساريو جميع الفرص متاحة أمامها لتحقيق ما كانت تحلم به، وهو أن تحقق شخصية لأبناء الصحراء محترمة داخل المملكة المغربية، تحقيق جميع المطالب التاريخية في الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وكذلك القيام بتسيير إن هي نجحت في الانتخابات تسيير الحكم الذاتي المقبل. جبهة البوليساريو نعم. تقول سيد الرئيس إن هي نجحت في الانتخابات، معنى هذا أنه قد يكون بإمكانها العودة إلى المغرب والنشاط داخل حزب سياسي مثلا؟ طبعا، وتسيير شؤون الحكم الذاتي إن هي نجحت كما قلت. ولكن قانون الأحزاب في المغرب لحد الآن، القانون الموجود يمنع قيام أحزاب تعتمد الجانب الطائفي أو العرقي أو ما إلى ذلك. يعني قانون الأحزاب في المغرب يمنعها الآن من العودة كحزب سياسي. ليس من الضروري أن تكون حزبا لا عرقيا ولا إثنيا، لا، حزبا وطنيا مغربيا يمارس مهامه في الصحراء في الحكم الذاتي المقبل. وهذه ممكن طبعا ممكن لي، وممكن لأخي محمد كذلك أن يكون أول رئيس حكومة محلية في الصحراء تحت السيادة المغربية، لا شيء يمنع ذلك. المانع الوحيد هو الموقف المتطرف لأخي محمد والغير مبني على موضوعية، الغير مبني على تطلعات الناس أهلنا في المخيمات وفي المنطقة، الغير مبني على واقع 30 سنة من النزاع، الغير مبني على أي شيء. لا أفهم لماذا محمد يريد عرقلة بناء المغرب العربي وعرقلة تحقيق مطالب الصحراويين التاريخية. جبهة البوليساريو تقول اليوم إذا ما أصر المغرب على ما هو ماض فيه قد تكون مضطرة لحمل السلاح من جديد. كيف تتعامل مع هذا النوع من التهديد الضمني؟ هل ممكن أن تنشب حرب رمال جديدة في الصحراء؟ لا أبدا، جبهة البوليساريو لا تتوفر على أي وسيلة لشن حرب جديدة، وإن فعل ذلك فهي تسير نحو الانتحار، لأنه لا يوجد مقاتلون من أجل أشياء وأهداف عقيمة وغير مجدية. لماذا نريد قتل الناس أو المزيد من قتل الناس؟ ما هو الهدف المنشود؟ وهي لم تحقق النصر العسكري حينما كانت مدججة بأسلحة كثيرة ومتنوعة ومتطورة في السنوات التي كانت لها حلفاء ومساعدون والتزويد كثير وكثيف. اليوم لا تتوفر أي فرصة إطلاقا لشن حرب جديدة، ومن يهدد بهذه الحرب فهو إما أحمق وإما يريد ضياع الوقت أو يريد أن لا يحقق الصحراويين أهدافهم عن طريق السلم. ولهذا أنصح أخي أن لا يتكلم مرة أخرى مجددا عن الحرب، لأنه يعلم علم اليقين بأنه لا يستطيع إطلاق قرطاسة واحدة. سيدتي وسادتي، نتوقف عند الفاصل ونعود بعد قليل.
سيدتي وسادتي، نعود إلى برنامج لقاء اليوم ونستضيف فيه السيد خليهنا ولد رشيد رئيس المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء. السيد خليهنا ولد رشيد، مؤخرا تدخلتم لدى السلطات العليا في البلاد من أجل العفو عن بعض المعتقلين الصحراويين في السجون المغربية. هؤلاء كيف تصنفهم؟ هل هم انفصاليون حقيقيون مؤيدون لجبهة البوليساريو، أو أنهم جماعة من الشباب الذين سئموا الوضع السائد في المنطقة؟ أريد أن أسمع رأيك في هؤلاء. خليط من هذا وذاك. يوجد من هو مقتنع بهذه الفكرة مؤقتا وهو مجند فكريا من طرف ما تذيعه جبهة البوليساريو من أقاويل وكلام في الانترنت، عبر الانترنت، ويوجد جزء آخر هو غير مرتاح على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الموجودة في المنطقة. وجلالة الملك يعني عفى عن هذا الإخوان، ونحن الآن في حوار معهم لجعلهم يتخذون الطريق الأكثر نجاعة في تحقيق أهدافهم، وهو الحوار، الحوار وممارسة العمل السياسي المتحضر والابتعادي عن الأشياء التي لا تثمر شيئا وهي العنف. هذا من جهة، كما أنه هذا الإخوان يتبعون بعض المقولات الغير صحيحة والتي سمعتها من أخي محمد، هو بأن المغرب يحتل الصحراء. أنا أريد أن أصحح وأقول بأن لا توجد وثيقة واحدة لدى الأمم المتحدة أو لدى أي جهة أخرى تعتبر أن المغرب يحتل الصحراء. هذه مقولة باطلة. هناك نزاع متعلق بالقضية مع جبهة البوليساريو، لكن الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وآسيا بدولها الكبيرة ومعظم الدول الإفريقية لا تعتبر في أي وثيقة من وثائقها سابقا ولا لاحقا بأن المغرب يحتل الصحراء، ولكن هناك نزاع يتعلق بوجود منظمة سياسة عسكرية هي جبهة البوليساريو، يجب حل المشكل عن طريق التفاوض معها. في الأيام الأخيرة وصلتنا عدة بلاغات من جهات صحراوية في المغرب ومن مجلسكم الموقر تتحدث عن وضع صعب جدا داخل مخيمات تندوف. ما هو جديد هذا الوضع سيد الرئيس؟ هل لازلتم تتابعون عن كتب ما يجري هناك، وكيف تنظرون إلى هذا الوضع الصعب كما وصفتموه في بياناتكم؟ صحيح، هناك المخيمات، هناك وضع، وفي نهاية شهر ماي وبداية هذا الشهر وقعت أحداث في المخيمات ومواجهات ما بين قوى الأمن جبهة البوليساريو والمواطنون، واعتصامات أمام مكتب السيد الأمين العام لجبهة البوليساريو أخي محمد عبد العزيز من نساء وأطفال ورجال يشتكون على معاملة قوى الأمن لهم، معاملة سيئة جدا، معاملة لا تعبر عن ما يدافعون عنه. وهذه الأحداث هي نتيجة ملل المواطنين من البقاء في تندوف، وخصوصا مللهم من عدم رؤية الضوء في نهاية النفق. يريدون الرجوع إلى بلادهم، يريدون الرجوع إلى ديارهم، هم لا يريدون البقاء في الظروف السيئة الغير مقبولة إنسانيا والغير متطابقة مع الكرامة البشرية، والموجودون في أراض ليست أرضهم وليس مناخهم وليس بين ذويهم، يعني هم يريدون الرجوع. ولهذا أنا أتوقع بأن إن لم توجه قيادة جبهة البوليساريو إلى مفاوضات سريعة تنهي هذا الصراع وتنهي هذا النزاع عن طريق الحكم الذاتي، ستتطور أكثر وستتمع أكثر الخلافات في المخيمات، وكذلك تواجه جبهة البوليساريو أحداث مثل التي واجهت من 29 إلى 3 يونيو الأخير وهي تواجهها الآن
ما زال هناك إخوان موجودين في السجون في الرابوني بعد الأحداث الأخيرة والخلافات موجودة. السيد خليهن، كنتم تحدثتم مؤخرا عن رغبتكم في زيارة الجزائر واللقاء بفخامة رئيس بوتفليقة وتباحث الوضع، وضع الصحراء الغربية والوضع الإقليمي، فما هو الجديد بخصوص هذه الرغبة وهل هي قابلة لأن تتحقق؟ طبعا هي قابلة للتحقيق، وهي يعني ما زالت قائمة. أنا أريد وقلت بأنني سأستأذن جلالة الملك في الذهاب إلى الجزائر الشقيقة والمذاكرة مع السيد الرئيس فيما يتعلق بحل هذا النزاع. أنا معجب كثيرا بما قامه السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حل النزاع الداخلي الجزائري، أي المصالحة الجزائرية، أي الوئام الجزائري الذي قضى على النزاع داخل الجزائر. ولهذا سأطلب من السيد الرئيس أن أتاح لي الفرصة للقائه والسلطات الجزائرية أن يبذلوا قصارى جهدهم للمصالحة بيننا وبين إخواننا في جبهة البوليساريو، وهم يتوفرون على كثير من الوسائل للقيام بذلك. جبهة البوليساريو لها علاقات غير خفية على أحد مع الجزائر، ومخيمات تندوف توجد على التراب الجزائري، لكنني أرى بأن الجزائر تريد الخروج من هذه القضية وتريد بناء المغرب العربي كما يريده جميع شعوب المغرب العربي. وأنا سأقول لهم بأن الإخوان، إخواني الموجودين لديهم، سيدخلون يرجعون إلى الصحراء منتصرين، منتصرين، معززون، مكرمون، وعندئذ سنشكر الجزائر كثيرا على ما قدمت لهم ولنا جميعا، أولا في بداية القضية ثم في نهايتها. وتكون إن شاء الله هذا التدخل الجزائري ختام مسك فيما يتعلق أنها ستكون البلد الذي لعب دور نهاية مشكلة القضاء على نهاية نزاع الصحراء وبناء المغرب العربي. ألا تعتقد سيد الرئيس أنك بهذا التوجه تنافس إلى حد ما وزير خارجية المغرب بدبلوماسيتك الشعبية؟ ولا أريد جوابا، بل أريد أن أعرف في إطار جولاتك المكوكية في عدة مناطق ماذا تحقق من هذا النوع من الدبلوماسية الشعبية بالنسبة للتعريف بقضيتكم؟ يعني الجولات التي نقوم بها، قمنا بها كل من فرنسا وإسبانيا، وقمنا بها كذلك لجهات في إسبانيا مثل جزر الخالدات والأندلس، وسنقوم بها لدول أخرى وجهات أخرى تدخل في نطاق يعني تفسير مهمة المجلس الملكي ومشروع الحكم الذاتي كحل نهائي النزاع الصحراء عن طريق الحوار، عن طريق التفاوض، عن طريق التصالح. نحن نطلب من كل من لديه إمكانية في المساهمة في حل هذا النزاع طبقا للشرعية الدولية، لأن الحكم الذاتي أحسن وسيلة تطابق ولا تنافي أبدا الشرعية الدولية طبقا للقانون الدولي الذي لا يمنع التوافق عن طريق التفاوض والحوار، وطبقا لما يرغب فيه الجميع، المجتمع الدولي ودول المغرب العربي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول العربية، أن هذا النزاع طال الكثير وأن يجب، حان الوقت لإنهائه، وإنهائه بتراضي الجميع، أي أن لا يكون هناك مهزوم، أن الجميع منتصر. الجزائر منتصرة لأنها ستحقق للصحراويين الذين لجأوا إليها انتصارا كاسحا عن طريق الحكم الذاتي، والمغرب سينتصر لأنه سيحقق سيادته بدون جدال، والصحراويين بطبع الحال سيحققون أحلامهم التاريخية بالحصول على مطالبهم التاريخية والعيش الكريم في وطنهم، والمجتمع الدولي سينهي نزاع طال الكثير. إذن مهمتنا هي مهمة تصالحية، نريد من خلالها أن ينتهي هذا المشكل ويبدأ مشروع كبير ومشروع حلم بالشعوب المغرب العربي منذ الاستقلال، منذ الخمسينات، وهو بناء مغرب عربي على مستقبل جديد، على آمال جديد وعلى التقاء القلوب.
بهذه النبضة المتفائلة وبهذه الرغبة في أن يسد الستار عن هذا النزاع القديم من دون أن يكون هناك لا غالب ولا مغلوب، ننهي هذا اللقاء مع السيد خليهن ولد رشيد رئيس المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء، وهذا حسن الراشدي يحييكم من الرباط وإلى اللقاء.